التحكيمي الكابتن ناصر عباس والحديث عن تقنية الفار. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا كابتن ناصر. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل الساده المشاهدين، ومنور الدنيا كابتن ايمن. الله يخليك كابتن ناصر. طبعا كنا بنتكلم على تقنيه الفار واحدثت ثوره في عالم كره القدم. بالظبط. اتفضل كابتن. ولكن ما زالت مثيره للجدل. ما زالت مثيره للجدل، وما فيش شك ان احنا بنتكلم على المجلس الدولي للتشريع اللي هو الايفاب عشان ياخد قرار تطبيق التقنيه. كابتن ايمن ده يعني خد فتره من المشوره من الخبراء الكبار، الخبراء دولت كان منهم المدربين، كان منهم الحكام، كان منهم الناس اللي لهم الخبره عشان يقدر ان هو ياخد قرار بتطبيق تقنيه الفار. ودي كانت ثوره زي ما حضرتك قلت، ثوره تكنولوجيا في تطبيق التقنيه. التقنيه طبعا بدات التجربه بتاعتها كانت في امريكا في ولايه نيوجيرسي 2016، بعدها ب 23 شهر تم تطبيقها في كاس عالم 2018 في روسيا. اكيد اي تجربه بيبقى ليها مميزات وليها عيوب، ولكن بنتكلم على الفار ذات نفسه، في حد ذاته هو مظله حمايه للحكم يا كابتن حيم. كويس. يعني ايه؟ يعني عايز اقول ان هو حقق العداله الى حد كبير بالقياس بما قبل تطبيق الفار. ولكن هو عشان حقق العداله لابد ان يكون هناك تدريب مستمر للحكام. بنتكلم على المفهوم الواحد اللي هو موجود عند الحكم الميدان وحكم الفار. كويس. يعني حضرتك بنيجي النهارده نلاقي المفهوم للحكم مختلف عن مفهوم حكم الفار، نتيجه الخبره، نتيجه عدم الفهم الجيد للقانون، هي دي بتعمل مشكله. كويس. يعني هي دي بتعمل مشكله، انما احنا النهارده من خلال توحيد القرارات بالمعايير الواحده لابد، بنقول النهارده لابد ان يكون في تدريب مستمر للحكام، خاصه عندنا في مصر، لان احنا التجربه عندنا ما خدتش وقتها كابتن ايمن قوي في التدريب. يعني نتكلم في جزئيه ثانيه، بنقول الايجابيات والسلبيات. عندي حاجه مهمه جدا جدا من ضمن الحاجات اللي احيانا الحكم بيبقى رايح للفار وهو يعني مش مبسوط. ودي مشكله، يعني دي مشكله احنا المفروض نعالجها، ان الحكم احيانا لما الفار بيطلبه يا كابتن ايمن بيبقى رايح مش سعيد، يعني رايح خايف. أيوة. رايح قلقان. أوه. لا انت قلقان ليه وزعلان ليه؟ يمكن يكون قلقان ان هو يعني حاجه فاتته. بالظبط كده. هو دي المشكله، يعني مفهوم حتى كمان عند الحكام. بالعكس، يعني انت لما تكون رايح للفار والفار بيطلبك، اكيد الفار بيبقى عاوز يدعم قرارك في حاجه معينه، او الفار محتاج ان هو يوصل للعداله التحكيميه. فالفار ما هو فريق عمل، انت كحكم وهو كفار في الاخر خاص بنحقق العداله التحكيميه. اللي انا عاوز اقوله للحكام، من فضلك وانت رايح للفار ما تبقاش انت يعني غضبان، وخد الامور ببساطه جدا جدا. الحاجه الثالثه، ان انت وانت راجع بتاخد قرار الفار تبقى هادي. ايوه. ما تبقاش متعصب. سواء انت بقى هو الفار اللي غلق القرار او انت اكدت مع الفار، هو القرار والاخر الاول والاخر بيرجع لمين يا كابتن ايمن؟ لحكم المباراه. حكم المباراه. بس ده اللي انا عاوز اقوله يعني. طيب بالنسبه لحكم الفار يا كابتن، بيبقى معاه رخصه؟ بالظبط كده. هو المفترض كابتن ايمن هي الرخصه بتبقى موجوده، لابد انك تكون معاك رخصه الملعب. كويس. كحكم ملعب. بس معاك كحكم. كحكم. كويس. ويبقى معاك رخصه الفار كفار. الاثنين. احنا لما جينا طبقنا التقنيه عندنا هنا، الوقت ما كانش يعني ايه، ما كانش متوفر اللي احنا نعمل معسكرات ندي الكل ياخد، يعني مثلا الفار ياخد رخصه الفار ورخصه الحكم والعكس. فكان الفتره اللي هي قليله اللي هي قبل الكورونا، ان الحكام خدت، بعض الحكام خدت رخصه الملعب والبعض خد رخصه الفار، ولسه ما زلنا حتى الان اللي بيلعب فار يلعب فار بس. واللي يلعب ميدان الملعب يلعب ميدان بس. حد من الحكام خد الاثنين؟ عندنا طبعا مين؟ عندنا حكام طبعا، الحكام الدوليين كابتن جاد جريشه، عندنا امين عمر، عندنا تقريبا محمود البنا، عندنا مش عايز انسى حد، يعني اعتقد الدوليين واحمد الغندور، كل الدوليين وابراهيم محمد عادل وكل الدوليين ومعروف كلهم اعتقد معاهم الاثنين. انما بنتكلم على الفار في حكام ما زالت حتى الان هي فار بس، ما يقدرش يلعب حكم ميداني كابتن ايمن. بنقول ان لجنه الحكام احتمال كبير جدا هتعمل معسكر. كويس. الفتره اللي جايه. كويس. اللي خد الفار عنده امكانيه ياخد الحكم والعكس ان شاء الله، ويوسعوا القاعده. لان عندي مشكله كابتن ايمن، ايه هي؟ انت عارف عندي مشكله النهارده ان عدد الحكام كمان محدود. فانا كان عندي حكام موجوده ما عنديش اختيارات غير ان المجموعه اللي موجوده عندي، ودي عامله لي مشكله.
يعني مثلا انا ما عنديش اختيار غير من 19 حكم. ال 19 حكم دولت هو اللي انا بلعب فيهم. طب حكم اخطا او حكمين اخطاوا انا ما بقدرش اتعامل معاهم مثلا بالايقاف او اديله عقوبه. ليه؟ لان هم دول بس اللي معاهم الرخصه، وبالتالي عند تطبيق التقنيه هم دول بس اللي يلعبوا صفاره. كويس. فبنقول ان انت هتعمل معسكر، طبعا كابتن واجي موجود ودكتور عزب ولجنه الحكام اللي موجوده، ايمن الجيش وفهيم عمر ومحمد فاروق، يعملوا معسكر الفتره اللي جايه، يدوا يفتحوا يوسعوا القاعده شويه. كابتن ايمن يدوا الحكام اللي هم الشباب الصاعدين، ويعملوا يعني توسيع في عدد الحكام، لما يجوا هم يعينوا هيبقى عندهم مساحه ان هم يقدروا يختاروا ما بين الحكام، وتبقى في منافسه كويسه بين الحكام. طب هل تطبيق تقنيه الفار في الدوريات كلها حقق العداله التحكيميه فعلا؟ هقول بنسبه كبيره حق العداله التحكيميه كابتن ايمن، لان احنا بنتكلم في اخطاء احيانا بتبقى واضحه جدا جدا للاسف الحكم ما بيشوفهاش، وبنرجع ليه الفار بنلاقي ان القرار المفترض الحكم كان ياخده ما خدوش، الفار بيصحح له. كويس. وهنا حتى في 2018 لما طلع كولينا، وهو كولينا مسؤول التحكيم في الاتحاد الدولي، قال ان الفار حقق العداله بنسبه 90% فيما قبل 2018. كاس عالم في البرازيل 2014 كان عندنا مشاكل تحكيميه كتيره جدا جدا يا كابتن ايمن. في 2018 لا، الفار وتطبيق التقنيه كان ليهم دور كبير جدا في تحقيق العداله التحكيميه. كويس. بالنسبه يا كابتن لمصر بقى، نسبه نجاح تطبيق تقنيه الفار في مصر، وخصوصا ان احنا شفنا مثلا ان الفار لم ينصف النادي الاهلي في بعض المباريات. تمام. عاوز اقول حاجه مهمه جدا يا كابتن ايمن، ان النادي الاهلي مفيش شك ان كان ليه العاب كتيره جدا لم تحتسب، وزي ما قلت احنا بنلتمس العذر كابتن ايمن للحكام المصريين. ليه؟ لان احنا زي ما قلت لحضرتك الفار محتاج تطبيق من 6 ل 9 اشهر. من 6 ل 9 اشهر بالظبط كده عشان يتوافق على ان هو يديك الرخصه. من 6 ل 9 اشهر. احنا النهارده خدنا الفار تقريبا في شهرين. ايوه. ما كانش في فرصه للحكام تتدرب يا كابتن ايمن، خلينا نتكلم معاك بامانه، لان الفار محتاج تدريب. تدريب ايه؟ تدريب الحكام على حالات الفيديو تيست والاوفسايد تيست. كويس. هقول لك عشان الناس تبقى يعني عارف، انا النهارده عشان اخلي الحكم يبقى يعني بروفيشنال في الفار او في الميدان، لابد ان انا يبقى عندي محاضرات تحكيميه خاصه بحاجه اسمها الفيديو تيست. ايه الفيديو تيست دوت؟ ايه؟ ان انا مثلا بجيب الحكام في القاعه، بعمل اختبار 20 حاله تحكيميه كابتن ايمن. 20 حاله تحكيميه مثلا فيديو، بعرض الحاله الفيديو والحكام قاعدين، ده اختبار. مش الهدف منه ان انا اشوف مين ناجح او مين مش ناجح، الهدف منه ان انا ايه في الاخر خالص بوصل ان انا كراجل محاضر ابتدي اشرح الحالات التحكيميه للكل. حالات تحكيميه خاصه بالاخطاء السلوك، بلمسات اليد، بالتحايل، بنبتدي نشرحها للحكام. عايز اقول ان هنا الحكام ما خدتش الفتره الكافيه للتدريب يا كابتن ايمن، وبالتالي هنلاقي في بعض السلبيات اللي موجوده والاختلاف ما بين الفار وما بين الحكم. عندنا بعض الحالات هنا كابتن، الكابتن ابراهيم نور الدين، حضرتك فاكر المباراه ديت طبعا. ايوه كده. احنا قلنا دايما، احنا قلنا للحكام بتاعتنا كابتن ايمن من فضلك لما الفار يجيبك ما تبقاش انت تظهر عليك علامات الغضب او تبقى انت مش مبسوط، بالعكس. هو الفار لما بيجيبك بيبقى شايف حاجه، اكيد حاجه حضرتك ما شفتهاش، وبالتالي هنا بيبقى في قرار لابد انك انت ترجع وتاخده. وفي الاول والاخر بنقول الحكم هو بياخد القرار يا كابتن ايمن، يعني انت في الاخر انت صاحب القرار، يعني ما عندكش مشكله حتى لو رحت للفار ومش مقتنع، او انت شفت حاله وفي الفار ومش مقتنع، انت كحكم انت في الاخر خلاص بتاخد القرار النهائي. ولكن انا بقول المشكله عندنا هي كانت مشكله ان قله التدريب اللي كانت موجوده، كمان الخبرات التحكيميه اللي كانت موجوده، حكام كلهم شباب يا كابتن ايمن اللي خدوا رخصه الفار، يعني اعتقد ما لعبوش على المستوى الكبير. طبعا هنا ابراهيم هنا طبعا اكيد هنا بيقول له من فضلك هات لي الحاله او رجعها لي او قدمها لي او هات لي زاويه معينه، ونرجع بقى نروح للكاميرات. ايوه. ودي مشكله طبعًا. يعني انا برضك بعذر الحكام، لكن انت النهارده بتشتغل بست كاميرات بس طبعًا. بص عايز اقول لحضرتك، بص هنا على الرياكشن بتاع الكابتن ابراهيم نور الدين عند احتساب ضربه الجزاء. غريب شويه. تمام. هو ابراهيم متحمس شويه، انا بقول له في اللقطه ديت ابراهيم انت حكم كبير.
وانت اللي تملك القرار، وقلنا ان الحكم طول ما هو هادي وانت حضرتك كنت حكم كابتن ايمن هتاخد القرار بشكل جميل. صحيح. فانا بدي علامه الاشاره بتاعه الفار وبشاور عادي ما فيش مشكله خالص، سواء انا حسبت او اكدت قراري او ما اكدتش قراري، ده ما فيش مشكله ان انا ايه يعني، لان العصبيه زياده عن اللزوم بتعكس على الحكم يا كابتن في القرارات التحكيميه. كويس. بالمناسبه ديت الحكم اللي بيروح كتير للفار او الفار كتير بيستدعيه، هل بتاثر على شخصيته والتعاون بينه وبين اللاينزمان او العلاقه بينه وبين اللاعبين في الملعب؟ بالظبط، سؤال جميل جدا يا كابتن ايمن. هقول لك على حاجه، الحكم بينزل الملعب وهو نفسه ما يروحش للفار، بس مش كل الحكام. ايوه. هقول لك بامانه وبقول لحكامنا، من فضلك انت كحكم تحدى الفار. حتى بنقول لهم في المحاضرات ايه؟ اعتبر ان الفار مش موجود. كويس. وحكم انت. كويس. في حكام مع احترامي انا هقول كلام وكلام في المصلحه. لا تهتم يا كابتن ايمن. حكام لا تهتم بالمباراه. حكام بتركز وبتعتمد على الفار. حكام دوري ممتاز. طبعا. وهنا دور لجنه الحكام لابد يكون في عقاب. من فضلك الحكم اللي الحكم اللي مش مهتم بالمباراه لا دوت يتوقف. طب احنا قرينا حاجه الفتره اللي فاتت، عايز اعرف مدى صحتها. ان جه قرار من بره او جت لجنه من بره واتكلمت على تقنيه الفار وتطبيقه في مصر. وجهت تحذير ان مصر ما بتطبقوش بالجديه اللازمه. اللي حضرتك بتتكلم فيه ان كل المحادثات ما بين الحكم كويس وما بين غرفه الفار دي بتسجل يا كابتن ايمن. بتسجل طبعا. ليه؟ لأن في جميع المباريات. طبعا اكيد، لان هنا الاتحاد الدولي او الإفاب لابد ان هو بيبقى مطلع على كل الخطوات بتاعه الفار، يشوف هل الناس دي بتشتغل صح ولا هل هي بتشتغل غلط، وبالتالي بيبقى في بعض الملاحظات على التطبيق. يعني هو بعت لك مثلا عندي ملاحظات ان نتيجه الماتشات اللي جات لي شفت ان هنا في سلبيه لابد انك انت تعدلها. كويس. ده اللي بيحصل من الإفاب او بيبدي ملاحظاته على التطبيق التقني. ولكن هقول حاجه مهمه جدا ان احنا النهارده الفار هو مظله حمايه للحكم يا كابتن ايمن. يعني الفار موجود عشان يحميك انت كحكم من القرارات اللي هي قد تؤثر في نتيجه المباراه. فانت من فضلك ما تزعلش، او انت كحكم لما الفار يجيبك ما تزعلش. المشكله الثانيه اللي انا بقول عليها ان الحكام زي ما قلت لابد ان يبقى في قرار، الحكم اللي يبقى في قرار هو مهتمش فيه. يعني ايه مهتمش؟ يعني انت ما رحتش في مكان كابتن ايمن وخدت زاويه الرؤيه كويس واهتميت بالحاله التحكيميه، استهترت بالحاله، ده يتوقف. كويس. انما عندنا حكام بامانه في هذا الموسم يمكن في المباراه كلها ما راحش الفار مره. طب هل من حق الحكم ما يروحش للفار؟ لو الفار استدعاه. لا. هل من حقه ما يروحش للفار؟ هو الموضوع ايه يا كابتن ايمن؟ مش موضوع ان استدعاه. انا النهارده كفار موجود بعمل تشيك على كل الحالات اللي موجوده. كويس. انا كفار من حقي اقول لك لو في حاجه انت يعني في قرار انت خدته وانا شايف ان القرار دوت طبقا للبروتوكول مش صحيح. كويس. او بقول لك تعالى احتماليه مثلا كارت احمر. هل انا عندي الاختيار ان انا اروح او ما اروحش؟ لا يا كابتن. لا لازم لا اروح. لازم في كوميونيكيشن انت بتكلمه. يعني في حالات مثلا انت حسبت ركله جزاء. كويس. وهي مفيش ركله جزاء. فبقول لك لا مفيش مخالفه. ما تقدرش تقول طالما انا قلت لك مفيش مخالفه احتماليه مفيش مخالفه تيجي تشوف. تيجي الغرفه وتشوف وانت تاخد القرار. أي. انما ما ينفعش ان انا اقول لك لا مش جاي. لا أي. مش جاي دي بقى انا النهارده ده خطا في تطبيق البروتوكول. ايوه. لان البروتوكول معمول ليه؟ ان انا اتدخل في الحالات اللي طبقا للبروتوكول قالها. ايوه. فلما بقول لك تعالى او بقول لك في مثلا او باكد لك على قرار ده شغلي. ايوه. كونك انك انت تقول لا ده طبعا الكلام ده مش موجود. طيب لو حصل عطل في تقنيه الفار تلعب المباراه. هنروح لحاجتين مهمين جدا. بعض الدولات اللي هي الاوروبيه بتطبق الحاجه اسمها الجول لاين تكنولوجي اللي هو ايه؟ تكنولوجيا خط المرمى. وهنا دي ليها اختبارات قبل المباراه كابتن ايمن. يعني ايه اختبارات؟ الحكم بيختبر الكره لان الكره بتبقى طبعا بيها مواصفات، القائمين والعارضه ليهم مواصفات، كل الكلام دوت. لو التكنولوجيا اتعطلت اللي هي بتاعت خط المرمى المباراة تمشي وتتلاعب مفيش مشكلة خالص. كويس. طالما التكنولوجيا اتعطلت. كويس. نفس الشيء للفار. لو انا النهارده بدأت الفار واشتغلت وجيت مثلا في نص الشوط الأولاني حصل عطل مفاجئ للفار. هنا الحكم الفار بيبلغ الحكم الرابع في الكوميونيكيشن، من فضلك بلغ ويبلغ الحكم
يبتدي يبلغ الاجهزه الفنيه ان الفار تم تعطيله. هنا المباراه بتمشي مفيش مشكله خالص، يعني المباراه بتتلعب عادي. ليه؟ لان ممكن بعديها بفتره التقنيه ترجع تاني وهكذا. اذا الفار في تعطيل الفار ما يقدرش نقول ان المباراه تتلغي عشان الفار كان في عطل او كده، يعني كويس. بتستكمل المباراه كويس. احيانا ده سؤال اخير معلش طولت على حضرتك، احيانا بنشوف ان مثلا بيبقى في لعبه الفار جابني ليها او جاب الحكم ليها بتقعد مثلا فتره 4 أو 5 دقائق وبعدين طبعا بنحس انها بتقتل متعه المباراه، بتاثر على الاداء حتى كويس تمام. وبعدين كمان بنفوجئ بقرار تاني في الاخر ان الوقت المحتسب بدل الضائع، يعني مثلا الحكم مثلا قعد في الفار 4 أو 5 دقائق في الحالات اللي جت في الشوط ده، زائد كمان التغييرات فيها دقيقتين كمان تخش على 7 أو 8 دقائق، نلاقي في الاخر هو حاسب مثلا 3 أو 4 دقائق بالظبط كده. العين يبقى حضرتك بتتكلم في السؤال ليه شقين. الشق الاولاني اللي هو ان الفار في الحاله بيقعد كتير بالظبط. طيب هسال سؤال، هو انا كحكم لما بروح للفار، كابتن ايمن رحت للفار تمام، بتطلب الاعادات سواء بالبطيء او بالسرعه او الزوايا المعينه كويس. احنا قلنا دايما 6 كاميرات في الملعب اعتقد مش هيبقوا كافيين قوي ان يجيبوا الزوايا اللي انت ممكن كحكم بعندك قناعات باللقطه تقدر تاخد منها قرار يعني. فبالتالي هو بياخد وقت في الحاله مع الفار رجع او هنا او بتاع. كمان الـ 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 الكاميرات يا كابتن بنتكلم في الاتش دي والفور كي، دي حاجات عاليه جدا جدا اللي هي برضك بتوديك لحته مهمه جدا ان اللقطه بتبقى واضحه او مش واضحه. الوقت اللي بياخده الحكم نتيجه ان هو مش عارف ياخد قرار ان الحاله اللي قدامه مش واضحه. وبالتالي الجزء الثاني بتاع الوقت بدا يضيع. هنا كمان بيبقى فيه الحكم الرابع موجود، في الحكم اللي هو المساعد الفار المفروض ان هو ياخد باله من حته الوقت ويشوف كمان التوقفات، لان كان عندنا مشكله مباراه تم التوقيف فيها تقريبا 7 دقائق والحكم ادى 3 دقائق. ده ما ينفعش، ده ما ينفعش انك انت بتتكلم في تغييرات، بتتكلم كمان في توقف المباراه لشرب المياه، ده بياخد وقت، الاصابات بتاخد وقت، التغييرات بتاخد وقت، وكمان مراجعه الفار بتاخد وقت. الوقت الضايع ده حق اصيل للفريق اللي طبعا. هو لابد انك تدي له حقه للفرقتين فبنقول كان مهم جدا جدا، وبنقول للجنه الحكام لابد ان هي تخلي بالها، لان انا اعتقد ان في مقيمين فيديو محاضرين بيراقبوا المباراه في الدوري الممتاز، وبالتالي هم كمان بيبتدوا ان هم يدوا ملاحظاتهم للحكام. زي ما قلت انا بقول حاجه مهمه جدا، فرصه ان احنا الفتره اللي جايه الدوري داخل بالظبط، افتح المعسكرات بالظبط، ادي الرخص بالزبط. اعمل تدريب كتير للحكام عشان نقدر في بدايه الدوري نقدر يبقى عندنا حكام نختار منهم في الدوري الممتاز. صحيح، واحنا نتمنى ان شاء الله ان السنه الجايه يكون التطبيق احسن من السنه دي، خصوصا ان احنا يعني عانينا كنادي اهلي السنه دي من تطبيق قانون الفار. بالظبط كابتن، ان شاء الله نتمنى التوفيق للتحكيم المصري، وزي ما حضرتك قلت بنتمنى ان لجنه الحكام اللي موجوده برئاسه كابتن وجيه والدكتور عزب وايمن وفهيم والناس دي يفتحوا المعسكرات للفار، يدوا الرخص للجداد ويدوا رخص للقدام، عشان يبقى وانت بتختار الحكام يا كابتن ايمن للتعيينات يبقى عندك مساحه تختار منها في الحكام. باذن الله كابتن ناصر، وكنت متميز كالعاده، وبنشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ناصر. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي اليوم لليله تتويج النادي الاهلي بدرع الدوري غدا في مباراة طلائع الجيش إن شاء الله. شكرا لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وعلى أمل أن نلتقي بكم في استوديو تحليلي آخر، وكل سنة وحضراتكم طيبين، نلتقي بكم غدا على خير إن شاء الله في مباراة الأهلي وطلائع الجيش، تصبحون على ألف خير.